عمليه نبع السلام تتواصل اليوم الثاني على التوالي والرئيس التركي يرد بشده على المواقف العربيه والغربيه من العمليه الجيشان التركي والسوري يصلان اطرافه الابيض استعدادا لاقتحامها هل تقضي العمليه العسكريه على حلم الميليشيات الانفصاليه بانشاء دوله على الحدود الشماليه الشرقيه لسوريا وما التحديات التي يمكن أن تواجه العملية التركية في شرقي الفرات في استوديو التاسعة مع علاء الصالح حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من استوديو التاسعة قافلة نبع السلام التركية السورية ماضية في يومها الثاني لتطهير شرق الفرات من الإرهاب ابرز النابحين على العمليه اليوم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو الذي انضم الى جوقه متباكين على الاكراد من المشيطنين للدور التركي، تركيا اعلنت على لسان رئيسها رجب طيب اردوغان انها ستستكمل العمليه لتحقيق اهدافها ولتمكين الجميع من العوده الى بيوتهم من عرب واكراد وتركمان وسريانيين وغيرهم من الجماعات العرقية والدينية لتستعيد المنطقة ثراءها الديمغرافي منظمة كدنا يا جماعة أن ننسى اسمها استيقظت فجأة ذكرتنا بأنها موجودة جامعة الدول العربية هل تذكرون هذا الاسم؟ نعم جامعة الدول العربية أمينها العام أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني اللي كان عم يتغزل ب وفد بشار قبل أيام في نيويورك ورفيقة سيبي ليفني في إعلانها العدوان على غزة لو تذكرون من القاهرة استيقظت جامعة الدول العربية من سبات هذه الجامعة المتفرقة أعلنت أنها ستجتمع بشكل طارئ يوم السبت لبحث الهجوم التركي قطر وباكستان وكثير من النخب والمواطنين العرب دافعوا اليوم عن تركيا وعن دورها وتمنوا وتمنوا للجيش التركي وللجيش الوطني السوري كل توفيق وقد بدا بتحرير العديد من القرى السوريه في شرق الفرات نبحث في هذه العمليه مشاهدينا في هذه الحلقه مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي السوري اللواء محمود علي بعد متابعه هذا التقرير تفضلوا لليوم الثاني على التوالي لعمليه نبع السلام التركيه بمشاركه الجيشين التركي والسوري الوطني التابع للمعارضه السوريه ضد الميليشيات الارهابيه المنضويه تحت منظمه بيكاكا الارهابيه الانفصاليه في شمال شرقي سوريا تدخل العمليه المرحله الثانيه وهو الهجوم البري بعد تمهيد مدفعي وقصف جوي استهدف الخطوط الدفاعيه الاولى للميليشيات الارهابيه في منطقتي تل ابيض وراس العين المحاذيتين للحدود الجنوبيه التركيه وزاره الدفاع التركيه قالت ان عمليه نبع السلام استمرت بنجاح الليله الماضيه برا وجوا واسفرت عن السيطره على الاهداف المحدده وذكرت الوزاره على حسابها الرسمي في تويتر ان العمليه مستمره بنجاح كما هو مخطط لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية حول العملية العسكرية قال إن الهدف منها مكافحة الإرهاب وأوضح أن بلاده لا تقاتل الأكراد في شرق الفرات بل تقاتل التنظيم الإرهابي وأضاف أن أنقرة ستحمي المنطقة من التخريب الديمغرافي الذي تعرضت له وستدعم من يريدون العودة إلى المنطقة وأضاف أنه يراد من هذه العملية تأسيس منطقة آمنة في سوريا كما كانت قبل الحرب. الرئيس التركي رفض انتقاد عملية نبع السلام في وقت تسرح وتمرح عشرات القوات الأجنبية داخل الأراضي السورية، كما انتقد مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال عملية نبع السلام، وانتقد دولاً عربية أخرى. وعند الحديث عن رئيس النظام في مصر السيسي. قال أردوغان إنه لا يحق له التكلم لأنه قاتل الديمقراطية في بلاده أما حول الموقف الأمريكي من العملية التركية قالت يولنور آيبات كبيرة مستشار رئاسة الجمهورية التركية إن الرئيس التركي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تفاهم بشكل كامل حول الكافية التي ستكون عليها العملية واضافت في تصريحات لقناه سي ان ان انترناشونال الامريكيه الى انها لم تستوعب ما قاله ترامب حول العمليه من ان تركيا تجاوزت الحدود مشيره الى ان الرئيس الامريكي يعرف نطاق نبع السلام وهو منذ البدايه يبذل جهودا لسحب قواته من المنطقه وشددت ايبات على ان تركيا والولايات المتحده الامريكيه متفقتان على ضروره تسلم الدول الاوروبيه مسلحيها الذين شاركوا في صفوف تنظيم الدوله مشيره الى ان هذا واحد من الموضوعات التي اتفقت عليها بلادها مع الامريكان عمليه نبع السلام في اوج قوتها والجيشان التركي والسوري الوطني لم يحدد بعد المسافه التي سيدخلونها فما هو العمق الذي سيتوغل به الجيشان داخل الاراضي في الشمال الشرقي لسوريا تابعنا معكم هذا التقرير نعود ونرحب بضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمود علي سعاد اللواء عملية نبع السلام تسير وفق المخطط ما هو مخطط لها بحسب مسؤولين الأتراك تحييد لمائة واربعة وسبعين مقاتلا من الميليشيات الكردية تحرير العديد من القرى في ريف رأس العين وريف تل أبيض اللافت اليوم الرد الذي حصل من الميليشيات الكرديه باتجاه المناطق السكنيه والمدنيه على الحدود مع سوريا مما ادى الى استشهاد سته مدنيين. ما هو تقييمكم لمسار نبع السلام في يومها الثاني؟ بدايه مساء الخير لك وللساده متابعينا الكرام. حياك الله. من حيث المبدا اعلنت القياده التركيه وبشكل رسمي عبر مسؤوليها انطلاق عملية نبع السلام وهي محددة جغرافيا في شرق الفرات بالتعاون مع الجيش الوطني الذي شكل حديثا بقيادة الحكومة السورية المؤقتة وهو الزراعة التنفيذي لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هذا من حيث المبدأ المعركة في يومها الثاني تسير الأمور حتى هذه الدقيقة بشكل منطقي وبشكل جيد وقد آه تم التمهيد لها بغطاء ناري من قبل المدفعيه المشاركه من قبل آه تلك القوات المشاركه في تلك المنطقه وقامت بتمهيد ناري جيد خلال ال 24 ساعه السابقه وفي آه صبيحه اليوم تم الدخول بريا الى اطراف مدينه تل أبيض ومدينة رأس العين وسيطر الجيش الوطني بدعم تركي وإسناد من القوات التركية المشاركة في الهجوم على حوالي 15 قرية وتم تحييد عدد من الأهداف المتمثلة بأهداف لقسد ولكن اللافت في النظر أن جماعة قسد الكثير من الناس وانا واحد منهم قلنا انهم عباره عن فصيل ارهابي مارق يقوم باعمال جرميه واعمال الاجرام لم يترك جريمه واحده لم يرتكبها بدءا من جرائم الحرب بكل تسمياتها ومختلفها وهذا ما اكدته ال 48 ساعه السابقه حيث قام بقصف تجمعات المدنيين بدل ان يدافع عن نفسه ويقوم بصد الهجوم. ان كان من قبل الجانب القوات المهاجمه التركيه او من قبل الجيش الوطني، ما هو ذنب المدنيين الذي كان يتبجح بان الهجوم التركي سيعرضهم للاذى والقتل والتشريد والى اخره. هل قامت القوات التركيه خلال القصف والتبهيد الناري بقصف موقع مدني واحد؟ قطعا لا، وبدليل ان القوات المهاجمه لم تدخل الى مدينه راس العين ولم تدخل الى مدينه تل ابيض. وانما دخلت الى اطرافها بمعنى افسحت المجال للمدنيين بان يتواروا الى حد ما عن مناطق الاشتباك او الاماكن التي يعتقد انها قد تستهدف لانه هنالك قواعد ومراكز لقسد داخل التجمعات السكنيه وعلى الجيش التركي والجيش الوطني ان يقوموا بتلك بتدمير تلك الاهداف وان كانت ضمن التجمعات المدنيه ولكن عليهم اخذ الخيطه الحيطه والحذر وهذا ما صرحت عنه القياده التركيه ان هدفها الاول هو صحيح مكافحه الارهاب ولكن ستكافح الارهاب وتنهي التنظيم قسد في تلك المنطقه الحدوديه التي يهدد الامن التركي من خلالها بشرط عدم تعريض المدنيين الى الخطر وإذا حصل ذلك سيكون في الحدود الدنيا التي لا يستطيع أحد أن يعلق على هكذا عمل هكذا أرى من حيث المبدأ موضوع المدنيين سعادة لوا موضوع حساس واستهداف المدنيين مدان من أي طرف كان اليوم في حرص تركيا عبر المسؤولين من أن هناك تجنب لموضوع المدنيين بينما نرى في المقابل كما أشارت الميليشيات الكردية استهدفت بشكل مباشر مبنى حكومي في اقجى قلعه على الحدود وقتل سته من المواطنين الاتراك بينهم طفله. هذا الرد الان الى اي مدى بالفعل يكشف حقيقه هذه الميليشيات الارهابيه؟ يعني اخي علاء انا من حيث المبدا يعني كمتابع للشان السوري وللشان العام حتى العربي منه يعني أقول لا يمكن أن نقارن سلوكية دولي مثل تركيا دولة عريقة وجيش عريق ومؤسسي كبير هي ثاني قوة في حلف شمال الأطلسي وسادس قوة عالمية ولها تقاليدها العسكرية مع فصيل إرهابي مارق فصيل مسلح صنيعة نظام بشار الأسد وأحد أدوات التحالف الدولي يعني إذا فقط قلنا نبزي بسيطة وببعض الكلمات هذا التنظيم في محافظة دير الزور ومحافظة الرقة بالأساس لا يوجد للأخوة الأكراد بشكل عام تواجد هناك إلا إذا كان أحد له مصلحة شخصية وعمل في مؤسسات الدولة ماذا فعلت قصد عندما تمكنت من القيام باحتلال الرقة والسيطرة عليها ودير الزور قامت بتهجير أهلها 70% من أهالي المحافظات الشرقية دير الزور والرقة والحسكي تم تهجيرهم من قبل قسد وقامت قسد بإنشاء ما يسمى منطقة الحماية الذاتية من أين لها أن تقوم بمنطقة الحماية الذاتية أول عمل وصمة عار في تاريخها وفي جبينها أن هجر أنها هجرت أبناء تلك المناطق وبعض وبعض أبناء هذه المدن والقرى المتواجدين فيها. الذين بقوا واثروا البقاء او حتى لم يستطيعوا احيانا الخروج لاسباب هم يعرفونها وهي مبرره بوجهه نظري بالتعاون مع قسد مكرهين ومرغمين لكن رغم ذلك سعاده اللواء و... الان في دول في دول ومنظمات بدات تولول وفضائية تولول للدفاع نعم. عن هذه الميليشيات واتهام تركيا بانها ستدخل لاباده الاكراد هكذا يقولون اخي الكريم نحن اذا اردنا ان نسمع للاعلام الغربي الإسلاع... الاعلام الغربي والمسؤولين الغربيين بما فيهم النظام الدولي الرسمي هذا العهر السياسي والعهر الاعلامي معروف بالنسبه لهم على مدى التاريخ الحديث أه. يعني نحن لنقل ونعود الى الوراء قليلا عشرات العقود منذ الحرب العالميه الاولى قبل الحرب العالمية الأولى قام الحلفاء وقام الغرب ببس الفرقة ضمن إطار ما يسمى الدولة دولة الخلاف الإسلامي بين العرب والأتراك في تلك الآونة وقالوا للعرب أن العثمانيين استغلوا خيراتكم وأن العثمانيين كذا وأن العثمانيين حكموكم مئات السنين لعقود طويلة ولكن ماذا حدث قالوا لهم قفوا إلى جانبنا وسننهي الدولة العثمانية والخلاف العثماني وستحصلون على استقلالكم ماذا فعل الغرب؟ هذا الغرب المنافق الذي يتمتع بوسام العحر السياسي والنفاق الاجتماعي عندما انتهت الحرب ووضعت أوزارها وانتصروا قاموا بتقسيم البلدان العربية أنا أقول شيئا واحدا يكفينا أننا أيام الخلاف العثماني كنا كعرب نتجول ضمن اطار الخلافي لا احد يسال ماذا تملك من وثائق شخصيه ان كان هويه او غيرها بعدها بعد ذلك بعد الحرب العالميه وتقسيم الوطن العربي اصبحت تحتاج الى جواز سفر وتحتاج الى فيزا وغالبيه الدول العربيه من خلال النظام الرسمي المرتبط باجندات خارجيه مع الاستعمار ومع الماسونيه الدوليه أصدر قرارات بمنع دخول السوريين إلى بلدانهم حتى على سبيل الزيارة صارت ثورتهم اليوم في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية اليوم الآن ركدوا يتباكوا على الأخوة في قسد من هم قسد؟ نحن كأكراد نقول هؤلاء إخوتنا وهم جزء ومكون من مكونات الشعب السوري قسد لماذا لم تنضم إلى بقية الأكراد الذين شاركوا السوريين ثورتهم المجلس الوطني الكردي ممثل في ائتلاف الثورة بالمعارضة بأكثر من 13 عضو من أصل 60. نحن لسنا ضد الأكراد وإنما قصد من قصد قصد مؤسسها صالح مسلم هو أحد عناصر الاستخبارات العسكرية السورية سابقاً وكان مترجم لعبد الله أوجلان أفرز له باعتباره يجيد اللغة التركية وهو صنيعة النظام السوري. ورأت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ضالتهم في التعاون وجعله أداة لهم في المنطقة الشرقية واستخدموه وعندما انتهى دوره تركوه. إذا ما هو تفسيرك؟ ما هو تفسيرك لهذه الهبة من أنظمة عربية بكلمتين؟ هبة هب نجدة لهذه الميليشيات. النظام السوري الذي صنع قسد اليوم يقول أنه. لا يقبل بعودة قسد إلى حضنه ولا يقبل بالتعاون معها ولن يدافع عنها ولن يحاورها تماماً إذا هذه قسد من أين يتباك المجتمع العربي؟ أين جامعة الدول العربية؟ هم يسمونها جامعة الدول العربية وأنا أسميها مجلس الأصنام الناطقة ماذا سيفعلون؟ ألم يروا أن نظام بشار الأسد شرد نصف الشعب السوري؟ ودمر اكثر من سبعين بالمئة من مدنه وقراه، ماذا فعلت الجامعه العربيه؟ أحمد ألم أول. يحتفظ بشار الاسد حتى هذه الدقيقه بمقاعده في مجلس الاصنام الناطقه في جامعه الدول العربيه؟ أين كان لسان أبو الغيط؟ أين كان لسان أبو الغيط؟ أين كان مندوب الدول العربيه؟ دعنا من هذا الهراء انهم يستثمرون لمصالح شخصيه من أجل قبض الأموال في آخر الشهر هكذا أرى هل مصلحة هذه الدول الآن بأن تهب بهذه الطريقة وضمن إطار الجامعة الدول العربية للتحالف وللتضامن مع ميليشيات كردية انفصالية ضد دولة مسلمة قوية اسمها تركيا؟ أخي الكريم أنا كيف بيحسبوها هدول الناس؟ أنا شخصيا بأي عقل أنا استراتيجي يفكرون؟ تماما أنا أخي الكريم أنا وبشكل شخصي لو كان هؤلاء المسؤولون في الجامعه العربيه الذين يزعمون انهم يمثلون الدول العربيه ينطقون هذا الموقف من بنات افكارهم ومن عقلهم وبارادتهم الحره لقلت انه موقف وانا احترمه ولكن هذا الموقف وراءه قوى غربيه وليس نابعا منهم اغلب النظام العربي الرسمي هو عباره عن نظام مرتبط خارجيا ولا احد منهم جلس على كرسيه الا بمباركه من الغرب وهم عندما ياتيهم الإعاز باتخاذ موقف معين يهبون لهذا الموقف. السؤال المطروح بس انجمعوا هيك مع نتنياهو يا سعاده اللواء يعني تماماً موقف نتنياهو مطابق لموقف تماماً بعض العرب هذا ليس مستغربا، السؤال المطروح الذي اطرحه عبر شاشتكم الى مجلس الجامعه العربيه ألم يروا ما فعل حزب اللات في سوريا؟ ألم يروا ما فعل حزب اللات في اليمن؟ ألم يروا ما فعل في كثير من البلدان العربية؟ ألم يروا ما فعلت إيران في العراق؟ إيران عندما دخلت إلى العراق وبمساعدة من ميليشياتها دمرت كل ديالا ودمرت المدينة القديمة من ديالا ودخلت إلى الموصل ودمرتها. السؤال المطروح: عندما دخلت تركيا إلى عفرين وإلى درع الفرات ماذا حصل أعادت مئات الآلاف من اللاجئين عادوا إلى تلك القرى والبلدان قامت ببناء البنى التحتية من المدارس والجامعات والمستشفيات وعبدت الطرق وأمنت الكهرباء والماء فليأتينا الزعماء العرب يرسلوا مندوبيهم إلى تلك مدن والقرى التي بدا الاستقرار، لا اقول الاستقرار كاملا ولكن بدات عوامل الاستقرار تشع منها، ولياتوا ويسالوا اهلها ما هم بحاجه اليه ويقدموا لها. نحن كسوريين السؤال الذي نطرحه، نحن لسنا بحاجه الى بشر تقاتل معنا. لدينا الكثير من الطاقات ومن الرجال ومن الخبرات ولكن انا اقول لسنا بحاجه الى الدعم العربي وان كنا نود ان يدعمنا اخوتنا العرب سأتي ولكن سأتي, أقول إليها ساتي اليها كفوا كفوا عن التامر على الثورات العربيه وعلى الشعوب العربيه النظام العربي الرسمي جله نظام مثل بشار نظام بشار الاسد هو نظام شمولي ونظام دكتاتوري بس فسر لي وسرق بس بس بسر الشعب وامواله كيف اليوم يجتمع موقف نتنياهو مع الموقف موقف روحاني الايراني مع موقف بعض الدول العربيه اجتمعوا كلهم ضد تركيا انا انا لا استغرب ذلك اخي علاء لانهم كلهم بركوا على هذه الكراسي بمباركه من تل ابيب والغرب فهم ياخذون الموقف الذي يرضي اسيادهم الكثير من الدول العربية اخذت هذا الموقف والغربية ليس محبة في قصد وانما نكاية في الجمهورية التركية. هم يعتبرون ان تركيا دولة متق... تركيا دولة متقدمة اقتصاديا وستهددهم على المدى المتوسط وهم يعتبرونها جزء من المشروع التدميري الذي تقوده الماسونية العالمية في الوطن العربي فهي العمق الجغرافي للعرب والعرب عمقها الجغرافي وهذا ما يودون القيام به هو تدمير تركيا اذا استطاعوا ولكن انا اقول ان الله موجود وانه سيقف الى جانب الحق. بس هون ساعات لواء يمكن يسالوك انه حضرتك لواء <applause> سوري، كيف بتبرر احتلال تركي وعدوان وغزو تركي لبلدك؟ اولا يعني دخول القوات التركيه الى شرق الفرات أو إلى بعض الأراضي السورية هو ليس احتلالا أه. هو تطهير لهذه البلدان من الإرهابيين والعصابات الإرهابية هل نحن طلبنا من الغرب أن يرسل لنا عصاباته من أجل أن تقاتل من شكل تنظيم داعش ما هي قيادة داعش من هم قيادات النصرة أعطيني أحد قيادات النصرة أو قيادات داعش الذي قتله التحالف عبر ست سنوات أو حتى الروس أو نظام بشار الأسد أو الإيرانيون أعطيني موقفا واحدا أظهر فيه كل هذه البلدان ودولها وأجهزة استخباراتها وقواتها الموجودة على الأرض شخصية واحدة من تنظيم داعش قتل أو أُسر قيادات داعش هي عبارة عن قيادات وصنيعه الغرب وصنيعه ايران ركز لي ركز لي على التوغل العسكري تماما, التركي تماما لانه عم بيحاولوا يصوروا على انه وهم استعمار وطامع وهم اتوا بها الى سوريا وقامت بعمليات كثيره وهي التي ادت الى المساهمه في دمار قسم كبير من الاراضي السوريه وقامت بالتعاون مع النظام بتسليم كثير من الاراضي، من سلم المنطقه الشرقيه الى قسد؟ النظام هذا من حيث المبدا، اعود الى سؤالك ان توغل القوات التركيه يعتبر احتلالا. لماذا؟ تركيا تدافع عن امنها القومي، كم عمليه حدثت في انقره وفي اسطنبول وفي اورفا وفي الريحانيه، كثير من العمليات الارهابيه التي قام بها تنظيم بي كي, كي وتنظيم بي واي دي ضمن الاراضي التركيه، هذا من اولا، اثنين من حق تركيا الدفاع عن امنها القومي. ثالثا واقولها عبر شاشتكم وبفيلم الان تركيا ليست بحاجة إلى ألفي كيلومتر أو أربعة آلاف أو عشرة آلاف تركيا عبارة عن دولة واسعة يعني مساحتها حوالي أكثر من 800 ألف كيلومتر ولديها قوة بشرية عظيمة فهي ليست بحاجة إلى هذا ال هذه الأراضي كي تحتلها لديها من الخيرات الباطنية والخيرات التي على وجه الأرض والموقع الاستراتيجي عبر البحار الموجود فيها تضاهي موقع الوطن العربي اذا لم نقل انه ما بس متناسبة. خليني بنفس الفكره ببساطه لمؤيدي الثوره اللي زعلانين اليوم من الموقف التركي ومن العمليه التركيه لماذا؟ ماذا تقول لهم؟ انه هذا احتلال تركي اذا كانوا يقولون ان احتلال تركي فلياتوا باي دوله من الدول العربيه التي تدعي صداقتهم ويحرروها من قسد ويعيدوا اهالي دير الزور والرقه والحسكه الى بلدانهم وانا ساكون اول المدافعين عن تلك الدول خلينا نشوف الرئيس اردوغان كيف رد اليوم على السيسي ايضا ونظامه في هذا الاطار ونعلق على كلامه، تفضلوا مشاهدينا. السيسي يقوم بالاجتماعات مع بعض الاشخاص وقام بالتنديد بهذه العمليه العسكريه. ليس لك اي تاثير وليس لك انت السيسي اي تاثير على عملياتنا و أردوغان شخصيا مشاهدينا سعادة اللواء آآ آآ يعني يقود المشهد في في تركيا بكل وضوح ب بكل حزم وحسم وبحجة أيضا ويرد على كل من ينتقد هذه العملية حقه حقه هو يدافع عن أمنه القومي ويدافع عن حدوده ويحافظ على شعبه وعلى أراضيه هل تركيا تمنع من الدفاع عن امنها القومي واسرائيل تعربد في في الاجواء السوريه وتقصف الاهداف السوريه واهداف حزب الله واهداف ايران هل قصف المفاعل النووي العراقي من قبل تل ابيب في الثمانينات اليس لم يكن بحجه الدفاع عن الامن القومي الاسرائيلي طيب غريب. خلينا قبل ما ارجع نتابع مقطع اخر لاردوغان كمواطن سوري الآن حتى أنتهي من هذه الفكرة لماذا تؤيد عملية نبع السلام؟ أنا كمواطن سوري أؤيد هذه العملية لأنه بنهاية العملية بنهاية هذه العملية سيعود أكثر من مليون ومئتين ألف أو مليون ونص إذا لم نقل أكثر إلى تلك البقعة الجغرافية وستستقر الأمور وسيقوم الجانب التركي بالتعاون مع أبناء تلك البلد بانشاء البنى التحتيه التي دمرها قسد وبانشاء المدارس والمستوصفات والمشافي وتعبيد الطرق وايصال الماء والكهرباء ومن ثم ستستقر تلك المنطقه وستحافظ عليها ويكون هذا العمل له نتائج اولا اعاده اللاجئين الذين يشكلون كما يقال بالعرف الاوروبي تهديدا لاوروبا و تركيا ليست بحاجه الى طاقه بشريه من اجل ان يكون فيها ثلاثه ملايين او اربعه ملايين لاجئ سوري سيعودون الى اراضيهم والى بيوتهم والى مدنهم وقراها ويعمروها ولديهم من الطاقات ما يستثمر فيها. اثنين تكون تركيا قد امنت حدودها بشكل صحيح لان هؤلاء الناس لن يقوموا باعمال ارهابيه ضد تركيا. ولن يسمحوا لاحد بالدخول عبر اراضيهم من اجل زعزعه الاستقرار والامن في تركيا، وسيكون هنالك علاقه حسن جوار بين تركيا عسى وعلى ان تلك المنطقه تقوم برد شيء من الجميل وهو كما يقال رد الجميل من قبل اللاجئين الذين عادوا الى بلدانهم التي استقبلتهم جميل هذا الكلام، جميل هذا الكلام سعة ساعة اللواء لكن موضوع التقسيم انه بحكوا لك هذه العملية يمكن نتيجتها تكون تقسيم سوريا. أخي الكريم، إذا إذا الشعب السوري إذا الشعب السوري لم يقرر التقسيم ليس هنالك دولة أو دول على وجه الأرض تستطيع أن تفرض عليه هذا التقسيم. أه. وآيتنا في ذلك أنه إبان الاستعمار الفرنسي. وعقب انتخابات فيما يسمى البرلمان او المجلس النيابي في حينه جرى استفتاء على تثبيت تقسيم سوريا الى خمس دويلات الكل يعرفها سابقا ونتيجه الاستفتاء حتى ابناء الطائفه العلوي صوتوا ضد التقسيم سوريا وعادت سوريا دوله موحده مستقله يقودها ابناؤها السوريون وقادوها الى بر الامان. اذا هناك مكاسب استراتيجيه للسوريين اولا طبعا بكل وللأتراك تاكيد وللاتراك ايضا بكل تاكيد هو راحه الجانبين واستقرار الطرفين نذهب لهذا المقطع نشاهد الرئيس اردوغان ماذا يقول ونعلق عليه، تفضلوا مشاهدينا واستطعنا نحن كتركيا ان ده. ننهي هذا الممر وان نقضي على هذا الممر الارهابي في منطقه شرق الفرات في عمليه غصن الزيتون وايضا في عمليه درع الفرات ونحن ايضا من خلال المحادثات التي شاركنا فيها في في استانا استطعنا ان نوقف وقف أه ان نقوم بوقف اطلاق النار في المناطق السوريه بعض كلام رئيس أردوغان اليوم حول عملية نبع السلام مشاهدينا ساعة لواء الآن المعارضة السورية المسلحة الجيش الوطني السوري يدفع بتعزيزات الى المنطقه المقابله لمدينه تل ابيض اهميه الدور الذي يقوم به الجيش الوطني السوري الى جانب القوات التركيه الجيش الوطني السوري هو الاحق بتحرير هذه المنطقه هو هو جيش من ابناء تلك المنطقه هنالك العديد من ابناء الجيش الوطني السوري من ابناء دير الزور ومن ابناء الرقه ومن ابناء الحسكه هذا اولا فهم الاولى بتحرير تلك المنطقة ويكفينا يعني يكفينا فخرا ان الاخوة الاتراك قاموا بدعم هذا الجيش الوطني بدعم بنائه وتأسيسه واعادة تدريبه وموفقين, وقاموا بتا وموفقين حتى بالاسم بالاسم الجيش الوطني السوري لان البعض بلش يخربط بين جيش بشار الاسد وبين هذا الجيش تماما يكفينا انهم قاموا بدعم لوجستي لهذا الجيش من اجل تحرير تلك المنطقه وعندما تتحرر هذه المنطقه وتستقر ستكون قاعده انطلاق الى تحرير باقي مناطق سوريه جميل. من النظام وهذا الاهم وهذا الاهم والاهم من ذلك هو اعاده المهجرين السوريين التي تم تهجيرهم من قبل قسد ومن قبل التحالف الدولي عبر عمليات القصف العشوائي التي تمت خلال السنوات السابقه طيب خلينا نشوف أحد عناصر الجيش الوطني السوري ماذا كان يقول لأحد الأهالي ونعلق على كلامه تفضل مشاهدينا نحن جايين مشان حمايتكم نحن اهلكم هذا بلد بلدنا عمي نحن ما بنسمع لا لح... لا انفصاليه تعمل دول على حساب الشعب السوري عمي الوطن للجميع أل 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 والدين الله والدين لله نحن ان شاء الله هون جينا نحميكم نحرركم من عصابه الاجرام عصابه البي دي والبي عمي ان شاء الله راح تعيشوا بامان وتتمنونا كنا جينا من زمان ما نطلب منكم منا غير الدعاء بنطلب منكم بس الله ينصركم الله يعطيكم الف عافيه أكبر الله اكبر الله اكبر هذا مشاهدينا مقطع متداول اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي لاحد افراد الجيش الوطني السوري وهو يخاطب احد الاهالي يطمئنه طبعا الدين والوطن وكل شيء لله عز وجل في في انتظار وترقب وفرحه لدى الاهالي في شرق الفرات وانتظار للجيش الوطني السوري وللجيش التركي للتخلص من الميليشيات التي حكمتهم بالحديد والنار ساعة اللواء بكل تأكيد يعني أولاً أول من عانى من ظلم عصابة قسد والحماية الذاتية هم أبناء جلدتهم بقية المكون الكردي من لم يذهب إلى التحاق بالوحدات حماية الشعب الكردية والتحاق بقسد كانوا يمارسون عليه أعمال قذرة السجن والتعذيب والخطف و... 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 إلى اخره، ووضعوا الكثير في السجون، هذا من حيث المبدا. ثم قاموا بسجن الكثير من ابناء تلك المناطق الذين لم يوافقوا على الانضمام الى صفوفهم او التعاون معهم وهجروا. والتغيير الديمغرافي. وهجروا الكثير من ابناء تلك المناطق. السؤال المطروح: هل سمعت مواطنا كرديا واحدا قبل بدء الثوره السوريه هنالك الكثير من الاخوه الاكراد يعملون في جنوب سوريا في درعا وفي القنيطره وفي دمشق وريفها وحمص في كل المحافظات هل سمعت ان مواطنا سوريا طرد كرديا وقال له لماذا اتيت من المحافظات الشرقيه لماذا جئت من الحسكه لماذا جئت من راس العين او القامشلي او عفرين

بكل وضوح وبالتفصيل تحدث الرئيس أردوغان عن موضوع التغيير الديمغرافي مليون مواطن هجروا على يد الميليشيات في شرق الفرات ساعة اللواء يعني التقديرات ليس هنالك رقم دقيق ولكن يقال حوالي مليون و الف واحد وثلثهم من الأكراد قسم منهم كبير من الأكراد قد يكون الثلث أو أقل شوي أو أكثر يعني ليس هنالك إحصائية دقيقة آه. ولكن أنا أقول أن السيد الرئيس رجب طيب أردوغان قال ونحن نؤيد هذا الكلام جملة وتفصيلا أن أبناء تلك المناطق سيعودوا كل إلى منزله وإلى أرضه وقراه جميل هذه أحد نتائج عملية نبع السلام وهو إبادة والقضاء على تنظيم بي وعملائه من بي أو القسد وإعادة من هشروا كل إلى قريته ومن دينته وأرضه لا فرق بين سرياني وأشوري وكردي وعربي هذا الهدف وهذه ستكون بدايه انطلاقه ان شاء الله نحو مستقبل مشرق باذن الله للشعب السوري. عنده خيار اليوم هذه الميليشيات الكرديه عندها خيار اخر غير القتال حتى النهايه؟ في خيار اما ان يستسلموا او سيذبحوا او سيذبح قسم منهم سيقتل قسم منهم وقسم سيتم الاسره. لأن ترامب اليوم عميد على الطرفين التركي والكردي إلى إنهاء المعركة الجانب التركي والجيش الوطني هم من فرضت عليهم المعركة هم ليسوا محبزين للقيام بهذا العمل لو كانت قسد سلكت سلوك مثل ما بيقولوا السلوك المحترم تجاه أبناء البلدان التي تواجدت فيها لما كان حصل هذا وما حصل تهجير أكثر من ثلثي سكان تلك المحافظات دير الزور والرقة والحسكي وقلت سابقا أول من كوي بنار تنظيم قسد هم الإخوة الأكراد الذين أهم من أبناء جدتهم لانهم لم يوافقوا على سلوك قسد وعصاباتها ولم ينتسبوا اليها ولم ينضموا اليها جميل قبل ان اذهب لتغريده وتعليق وبعد تغريده وتعليق سنختم حلقتنا مع بيان المجلس الاسلامي السوري بشان عمليه نبع السلام، لكن قبل ان نذهب لتغريده وتعليق اريد ان اسالك عن تكلفه هذه العمليه، هل يمكن ان تطول؟ البعض يتحدث عن توريط لتركيا في شرق الفرات يعني موضوع توليد تركيا في شرق الفرات، أنا لا أؤيد مثل هذا الرأي، لماذا؟ يعني هذا استخفاف بعقول المواطن العادي ومواطن الشارع. تركيا عبارة عن دولة عريقة لديها المؤسسات إن كانت المؤسسات المدنية أو السياسية أو العسكرية، لا يمكن أن تورط نفسها في مثل هكذا عمل. هذا العمل مدروس ومخطط له. ولكن انا اقول يعني نتيجة خبرة المتواضعة يمكن ان العملية قد تطول بعض الشيء او تقصر او حتى تنتهي في موعدها لسبب ما هذا السبب له وجهان الوجه الاول ان الواقع الميداني قد يفرض امور على القيادات العسكرية وبالتالي هي محكومة بهذا الواقع قد تطول العملية الوجه الاخر القياده التركيه اعلنت انه صحيح هدفها القضاء على التنظيم الارهابي هو تنظيم قسد وابعاده عن منطقه الحدود ولكن ضمن اقل كلفه ممكنه وخسائر في صفوف المدنيين اذا هذا الهدف مربوط تحقيقه بشرط تخفيض كلفه ال الكلفه المدنيه في هذه المعركه، اول, أول واهم مدينه يمكن ان تتحرر في الساعات او الايام القادمه بتقديرك، اي مدينه ستكون؟ هي راس العين وتل ابيض. تمام، نذهب لتغريده وتعليق معك سعه اللواء والتغريده الاولى للرئيس التركي قال ان خطتنا هي تمكين الجميع من العوده الى بيوتهم وسيعود الجميع وهذا شاهدناه في المقطع بالصوت والصوره، ناخذ التغريده التاليه علقنا على هذا الكلام. الدكتور باسل الحاج جاسم يقول هل تعلم جامعة الدول العربية التي ستعقد من أجل الميليشيات القومية الانفصالية أن من بين مطالب تلك الميليشيات إزالة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية تعليق سعد اللواء يعني هذا موضوع يعرفه كل موظف في جامعة الدول العربية بدءا من أمينها العام أحمد أبو الغيط وحتى أصغر موظف يعلمون تماما أن الميليشيات الكردية هي حذفت كلمة العربية وأعلن ذلك للعيان عندما قامت معركة تل عين العرب وشارك فيها الانفصاليون الاكراد كتب عليها كوباني ومسحت كلمة عين العرب بس حتى بفن يعني المصالح وبمنطق المصالح عم يراهنوا على حصان خاسر في رهانهم على ميليشيات مقابل دولة قوية حتى بهالحسابات ما عم يحسبوها صح سعادة اللواء تماماً هم لم يستفيدوا من التاريخ اخي علاء يعني الاخوه الاكراد اذا يعني تذكر صاروا مبدئيين مثلا والله مع حقوق الاكراد لا نحن لم انا لم اقل ذلك هم قلت انهم يعني ينفذوا تعليمات واوامر خارج عن ارادتهم انا اتمنى لو كان هذا الراي نابعا من قراره انفسهم ومن عقولهم ناخذ تغريده التاليه اذا ناخذ التغريده التاليه سريعا وربما التي تليها ان كان معنا وقت عبد الله العمري عمليه نبع السلام كشفت حقيقه المواقف في المنطقه واتضح ان الصهاينه والايرانيين اعداء لتركيا بالحقيقه وليس كما يروج حمق العرب ترى ان تركيا مع ايران وتارة انها مع اسرائيل واتضح حقيقه من يدعم مصالح ايران واسرائيل ومن يعمل ضدها وارفق جزءا هذا جزء من تغريده بنيامين نتنياهو اليوم تدين اسرائيل بشده الاجتياح العسكري التركي للمحافظات الكرديه في سوريا كما قال نتنياهو تعليق سريع ساعة أخي الكريم أولا هنالك تحالف استراتيجي بين الفرس والغرب عبر التاريخ بدءا من الفرنجة مرورا بالصليبيين مرورا بالمسيحيين الجدد وكل من يعتقد غير ذلك إن كان مواطنا عاديا فلا نلومه وإنما من يعمل في المصالح العامة أو في العمل العام وخاصة في الصف الأول والثاني أعتقد أن هذا الموضوع هو ضرب من الهرطقة وهم يعرفون الحقيقة ولكن يتعامون عنها هذا من حيث المبدأ اثنين هنالك عداء تاريخي تماما بين الروس والأتراك والفرس وهذا شيء انتهى معروف انتهى وقتنا هو تعامل مصلحي وآني ووقتي انتهى وقتنا بكلمات اختم بما تريد بكلمات أسأل الله أن ينصر الجيش الوطني والجانب التركي وتحرر شرق الفرات بأقل خسائر مدنية وان تكون قاعده للانطلاق الى تحرير كل الاراضي السوريه بين النظام بشار الاسد والميليشيات الايرانيه وكل المحتلين الذين شكراً دخلوا اليها. شكرا جزيلا لوجودك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أهلاً مرحبا محمود علي شرفتنا في هذه الحلقه اهلا مرحبا التاسع سنختم مشاهدينا الكرام مع بيان المجلس الاسلامي السوري حول نبع السلام ونستودعكم الله لاجل محاربتها في كل المنطقه لهذا فان كسر شوكه هذه الميليشيات يعد مكافحه للارهاب الذي يتجاوز الحدود ويتخطى الحواجز والمجلس الاسلامي السوري بعد متابعته لما يجري يبين ما يلي اولا يؤكد المجلس على ثوابته وفي مقدمتها وحده سوريا ارضا وشعبا بكل اعراقه ودياناته وطوائفه ثانيا يدعم المجلس هذه العمليه نبع السلام ويقدم الشكر لكل من يدعم السوريين في مقاتله الارهابيين ودفع صيالهم وكنا نامل من اخواننا العرب ان يقفوا معنا ضد الاحتلال الايراني الذي لا يزال يهدد نسيج الشعب السوري ويهدد العديد من الدول العربيه وينشر التشيع السياسي بين ابناء السنه وغيرهم واحتلت ميليشياتهم كثيرا من المناطق السوريه وغدت تتحكم اليوم بالقرار السياسي للنظام المجرم وجعلت اكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ونازح وجاءت عمليه نبع السلام لاقامه المنطقه الامنه تمهيدا للعوده الطوعيه لاهل هذه المناطق اليها ثالثا نوصي القوى المشاركه بمراعاه اخلاق الاسلام وادابه في الحرب وفي مقدمتها عدم التعرض للمدنيين والامنين والحفاظ على ارواحهم واموالهم وممتلكاتهم ونوصيهم بتقوى الله تعالى في السر والعلن وفي الختام نسال الله تعالى ان ينصر الحق واهله وان يرد عن بلادنا شر الحاقدين وكيد الكائدين وان يكلل هذه العمليه بالنجاح ويحفظ أبناءنا وإخواننا المشاركين فيها وأن يرد المشردين من شعبنا إلى ديارهم معززين مكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين المجلس الإسلامي السوري في الحادي عشر من شهر صفر عام الف واربعمائة وواحد واربعين الموافق للعاشر من تشرين الأول عام الفين وتسعه عشر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته